السيد الحكيم يبحث مع ولي عهد السعودية تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، ويؤكد أن العراق يحقق إنجازات كبيرة على المستوى السياسي والخدمي. الموازنة الاتحادية على طاولة مجلس النواب والسوداني يترأس اجتماعا لمناقشة بنودها وسط مطالبات بضرورة الإسراع بإقرارها. اعتقال عدد من الإرهابيين في نينوى، ووزير الدفاع يطلع على جاهزية الطائرات المقاتلة في قاعدة بلد الجوية. وفي البصرة عائلة تضم 4 شباب مصابين بشلل رباعي تتولى رعايتهم أم صابرة، وشركة نفط الجنوب تقدم الدعم المادي والمعنوي لها. التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء في زيارة رمضانية إلى المملكة العربية السعودية. وذكر بيان لمكتبه أن السيد الحكيم بحث مع ابن سلمان تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد والرياض. وأشار السيد الحكيم أن العراق حقق إنجازات كبيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي، وذلك يعود لوجود تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة وعودة النسيج الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد دحر الإرهاب وخسارته لحواضنه الاجتماعية. هذا وبحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان جملة من القضايا على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث أبدى السيد الحكيم دعمه لأي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن الشقيق واستعادة دوره المحوري ومكانته العربية والإقليمية. كما أبدى سماحته دعمه للخطوات العملية الجارية لاستعادة سوريا وشغل مقعدها في القمة العربية القادمة. وأكد السيد الحكيم أيضا خلال اللقاء أن التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة، مثمنا لغة الاعتدال والتفاهم التي تسود فرقاء المنطقة للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما عبر السيد الحكيم عن قلقه للتطورات المؤسفة في السودان، متمنيا معالجة الأزمة عبر الحوار والتفاهم بين أطراف النزاع. فيما أكد السيد الحكيم على أهمية التعاون في التحديات المشتركة، خاصة في ملف المناخ وتغييراته. هذا وأدى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم مناسك العمرة أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية. السيد الحكيم ابتهل إلى الله تعالى أن يمن على الأمة الإسلامية جمعاء خلال الشهر الفضيل بالأمن والأمان ويجنبها كل مكروه، داعيا للعراق والعراقيين بدوام نعمة الاستقرار والأمن وتجنب الصراعات والمشاحنات والالتفات إلى بناء المستقبل. هذا وتشرف السيد الحكيم بزيارة المرقد المقدس للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ومراقد الأئمة الأطهار في البقيع صلوات الله عليهم. يعقد مجلس النواب جلسته للقراءة ومناقشة قانون الموازنة الاتحادية. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان لها
أن جدول أعمال الجلسة يتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و24 و25. هذا وكان مجلس النواب صوت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، فيما أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. هذا فيما أنهى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اجتماعا خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان له أن الاجتماع ضم نائبي رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلا عن نواب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والنفط والتخطيط. وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة ومواطن القوة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأول مرة لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى 3 سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية. هذا واستمع السوداني إلى ملاحظات قيمة من أعضاء اللجنة المالية حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه. أكد النائب ماجد شنقالي أن أغلب الكتل السياسية تريد تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن. شنقالي ذكر في تصريح صحفي أن هناك بعض الأمور الفنية المختلف عليها تتعلق بسعر برميل النفط وتمرير الموازنة ل3 سنوات بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية. وأضاف أن نسبة العجز في الموازنة كبير جدا، وهو مخالف لقانون الإدارة المالية، فيما لفت إلى أن عدم وجود موازنة في البلاد ينعكس سلبا على حياة المواطن. الشارع العراقي من جهته يترقب قراءة الموازنة الاتحادية لمعرفته المسبقة بتوقف جميع المشاريع الخدمية على إقرارها، فيما أشار مواطنون إلى إنهاء الوعاء الحقيقي لتنفيذ الخطط الحكومية. تقرير الزميل حسين ياسين. بعد أن أنجز مجلس النواب مؤخرا القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية التي تتضمن التخصيصات المالية للعام الجاري والعامين القادمين، يجري العمل داخل البرلمان لقراءتها قراءة ثانية، في مؤشر يدل على الجدية في حسم هذا القانون الذي تنتظره مختلف شرائح المجتمع. نطالب السادة أعضاء البرلمان بالإسراع في قراءة الموازنة، وذلك لما تتضمنه من مشاريع خدمية وإنسانية لرفد الخدمات في البلد كاف. موازنة الفقير والقني بانتظارها، السوق العراقي بانتظارها، لأن حقيقة موقف العمل. فيما أشارت آراء أخرى إلى أن تمرير هذا القانون ستكون له مردودات إيجابية على الدولة بشكل عام، وينعكس ذلك على المواطن، لا سيما وأن الحكومة لا تستطيع تحقيق البرنامج الوزاري من دون أبواب رسمية للإنفاق. البرنامج يحتاج إلى تخصيصات مالية للتنفيذ وإكمال المشاريع المتلكئة والمتروكة وغيرها، يعني معالجة مثل هذه الإشكالات، إضافة للقطاعات الأخرى اللي هي لها تماس بالمواطن، القطاع الصحي التربوي، القطاع الصناعة، الزراعة، الكهرباء وما شاكل. في الأثناء تكثف الحكومة من اجتماعاتها مع البرلمان بلجانه المختصة لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة
سعيا من الجانبين لشمول المستحقات مختلف المكونات وطبقات المجتمع، مع التركيز على وضع التخصيصات المالية الكافية للمشاريع الخدمية والاستراتيجية، وضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص والنهوض بواقعه ليكون شريكا أساسيا ومساهما حقيقيا في بناء البلد. وتتفق أغلب الآراء على أن الانسجام الحاصل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل عاملا مهما وأساسيا لتمرير الموازنات الثلاث وفق المدد الزمنية المرسومة لها. حسين ياسين، الفرات، بغداد. من جهته أكد رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي أن الحكومة أقدمت على خطوات مهمة بمسألة التعيينات. البلداوي ذكر أن الحكومة العراقية استطاعت استيعاب جميع الأجراء اليوميين وحملت الشهادات والأوائل والعقود كذلك في جميع الوزارات وتحويلهم إلى ملاك دائم، مشيرا إلى أن التلكؤ الواضح في بعض الوزارات والدوائر هو الذي أخر إجراءات تحويل المستحقين، ولفت إلى أن رئاسة الوزراء تسعى بشكل جدي لشمول جميع المستحقين لتحويلهم على الملاك الدائم. أعلنت هيئة الحشد الشعبية الإطاحة بإرهابي في مناطق سهل نينوى، وذكر بيان للهيئة أن مفارز استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت من القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب. وأشار البيان أنه بعد متابعة مستمرة وجهود حثيثة قامت مفارز استخبارات اللواء باعتقاله وتسليمه إلى جهة الطلب أصولياً. إلى ذلك، نفذت قوة من اللواء 52 في الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش واسعة شرق محافظة صلاح الدين بحثا عن المطلوبين من فلول داعش الإجرامي. وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان له أن العملية نفذت في قرية الخشاملة شرق المحافظة لإدامة زخم الأمن في تلك المناطق وتعزيز الأمن والاستقرار فيها ومنع استغلالها من قبل العناصر الإجرامية. وأضاف أن العملية الأمنية شملت دهم وتفتيش وتمشيط المناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية بحثا عن الخلايا النائمة. بدورها، أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 4 إرهابيين في محافظة نينوى، بينهم قيادي بعصابات داعش الإرهابية. وذكر بيان للوكالة أن مفارزها الاستخباراتية تمكنت من تنفيذ واجبات متعددة في المحافظة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 متهمين ثبت انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ونفذوا ما يسمى بالغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الأمنية في السنوات السابقة. وأضافت أن التحقيقات أكدت أن أحد المتهمين كان يتحرك بثلاث محافظات هي ديالى وكركوك ونينوى، وكان يعاد من القيادات الخطيرة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. من جانبها، أعلنت قيادة عمليات ميسان القبض على 4 متهمين مطلوبين
بجرائم مختلفة وضبط أسلحة وأعتداء خلال عملية أمنية استباقية نفذتها القوات الأمنية في قضاء المجر الكبير وقلعة صالح. وذكر بيان للقيادة أن قوة من الفوج الثاني والثالث ضمن اللواء 97 التابع لقيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وقامت بتسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليا لإكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وكذلك مصادرة الأسلحة والأعتداء المضبوطة. أجرى وزير الدفاع ثابت محمد العباسي زيارة تفقدية إلى قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين. وذكر بيان للوزارة أن العباسي اطلع على جاهزية الطائرات المقاتلة في قاعدة بلد الجوية والقدرة القتالية للمقاتلين، مشددا على استعداد الطيارين لتنفيذ الواجبات القتالية بكل دقة ونجاح، مشيدا بصقور العراق لما يحققوه من إنجازات بطولية كبيرة. فيما أضاف البيان أن وزير الدفاع اطلع خلال جولته على ورش التصليح والصيانة في القاعدة والتي تديرها طواقم فنية عسكرية عراقية كفوءة. مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك تشهد الأسواق والمراكز التجارية حركة تبضع واسعة. العوائل العراقية دأبت في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل الاستعداد لاستقبال العيد وذلك عبر شراء الملابس لمختلف الأعمار، فضلا عن توفير المواد الأولية لصناعة الحلويات والمعجنات وأبرزها الكليتش. هذا وتنشط المنظمات والمؤسسات الخيرية خلال هذه الأيام لتوزيع كسوة العيد بين الأيتام والعوائل الفقيرة والمتعففة. إلى ذلك أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال الأمسية الرمضانية المقامة في مكتبه أن السماحة هي البذل في العسر واليسر وعدم اقتصارها على أوقات اليسر فقط. قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن: يا بني ما السماحة؟ رجل السميح، شنو يعني السماحة معناها؟ قال عليه السلام الحسن: البذل في العسر واليسر. البذل في اليسر سهلة، عندك جيبك متروس، الله يرزقكم من فضله إن شاء الله، سامن عنده مستلم الراتب، شوية جاي تفد هدية دسمة مثلا ينفق خزين، هذه سماحة. لكن في العسر من ما عندهم ينفق، هذا شيء كبير. البذل في العسر هذا ملكته، سمته، صفته البذل. هو يحب يعطي، عنده يعطي، ما عنده هم يعطي، ما يقدر يرد أحد، حتى في حالات العسر يعطي أيضا. عدة مبادرات إنسانية قامت بها شركة نفط الجنوب في البصرة، آخرها تقديم الدعم لعائلة تضم 4 شباب مصابين بشلل رباعي، تتولى رعايتهم أم صابرة على البلاء. المزيد مع الزميل معتز الحبيب من محافظة البصرة. لازلنا وإياكم في ضيافة شهر الله وهذا الشهر المبارك، لابد أن يكون لنا وقفة ويكون لنا موقف مع عيال الله الفقراء. اليوم برفقة شركة مصافي الجنوب الكادر المتقدم من الشركة اليوم وصلنا إلى هذا المكان الذي قطعنا ساعات حتى نصل إليه لخدمة هذه العوائل. ابقوا معنا. الله يساعدك يا مصطفى. بعد قلبي يساعد بخطك. الله يسعدك. شلون صحتك؟ الحمد لله وشكرا رحمة الله. الله يساعدك على هذا الهم. نعم.
نعم الله وكثر الله خيرك. الله يسلمك. احكي لي على حاله ذول الاطفال. والله حالتهم اللي تشوفها. هذا المايك بيدك. هم شلل رباعي وتلف بالدماغ، بس مو من بدايه امرهم. لا يصير عمره 10 سنوات 11 سنه ويطيح. ويطيح شوي شوي. ننام كل شيء ما بيه يقعد بس يزحف. هسه هذا اللي تشوفه هذا 28 سنه. هذا 92. هذا صار هسه 32. اصغر واحد اللي هو حمودي هذا، هسه حمودي صار 20. بعد هم مداراتهم صعبه، شغلتهم صعبه، اكل كلهم علي، انا امهم وانا المسؤوله عنهم. بعد ابوهم الرجال توفى من زمان، صار له 5 سنوات. وهم جهالي. بعد انا مداريتهم، انا اوكلهم، انا اشربهم، انا احفظهم، شغلاتهم كلها انا قايمه بيها. كلها علي، طبعا هي علي. انا عندي بنيه. وين المر عليك؟ العوز المر عليك؟ شلون تحملتي؟ نحمد الله ونشكره، الحمد لله. من كانوا بدون رواتب صعبه، بس بعدين شويه شويه من صارت رواتب صارت اهون، بس لحد الان اكو عليهم هوايه شغلات. اول وحده تشوف البيت تعبان. ثاني وحده مصرفهم هوايه. في شهر رمضان كانت هناك يعني نشاطين او فعاليتين قامت بها الشركه، احداهما لدعم عوائل الشهداء والجرحى في مقر الشركه. واليوم هاي المساهمة الثانية اللي هي بعد ما وصلتنا المناشدة عبر مؤسسة الأطفال للشلل الدماغي في البصرة، وجه السيد مدير عام الشركة الأستاذ حسام حسين ولي بضرورة التواصل مع العائلة وتلبية احتياجاتها قدر ما يعني يتمتع بمصلاحيات في هذا الجانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا من هذا القليل اللي هو نقدمه بحق هذه العوائل، ونحن في ضيافة الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الحجية ومصطفى على هذا الابتلاء اللي هو حقيقة ابتلاء تمر به الحجية، ونجحت إن شاء الله في هذا الابتلاء. الأخوة المؤسسة جزاهم الله خير اللي هم راعين ومتابعين لهذه الحالات اللي من شأنها أن تخفف عن كاهل هذه العوائل الكريمة. موفقين إن شاء الله أستاذ منابل. ربما هي صلاحياتي من فريق مدير عام، انا حسب معرفتي بالسيد مدير عام هو جدا يتفاعل مع هذا مع هيك حالات ومبادر يعني بشكل كبير لهيك حالات، لكن الصلاحيات هي اللي تحدد بعض الاحيان. وكل الشكر والتقدير والاحترام ايضا لشركه مصافي البصره، وهذه ليست بجديده، مصافي الجنوب العفو، حيث قامت العام الماضي بتوزيع اعطانا مبلغ تم تحويله تحت اشراف الحاج الى كراسي وتم توزيعها الى المساكن. اليوم في ضيافه شهر الله وفي ضيافة هذه العائلة، بالتأكيد أنا أقول وأجزم أن هذه العائلة هم أحباب الله، أحباب الأئمة الطاهرين، وهذا هو شهر علي بن أبي طالب، ونحن نعيش مصاب أمير المؤمنين والليالي القدر المباركة. لا تنسوا هذه العوائل. نروح إلى محافظة أربيل إلى الزميل علاء الطائي. علاء، مبارك لك ما تبقى من الشهر الفضيل. أشوفك هواية بالسوشال ميديا تركز على الجوانب الرمضانية والليالي الدينية وتنشرها وتحاول تنقل لنا نوعا ما الحال في محافظة أربيل. حدثنا عن الأجواء هناك يا علاء. حياك الله زميلتي غفران، كل عام وانتم بخير وجميع المشاهدين. طبعا الاعلامي المفروض ينقسم قسمين، قسم في وسيله الاعلام اللي يعمل بها، وقسم في مساحته في السوشيال ميديا. نعم. ومدى تاثيره من اجل نشر بعض المفاهيم الايجابيه. ما يتعلق في شهر رمضان في اربيل هو لا يختلف كثيرا عن بقيه المحافظات العراقيه، ولكن هناك بعض الميزات والامتيازات التي تميز الكرد بشكل خاص عن بقية القوميات الموجودة في العراق. رمضان في إقليم كردستان اليوم ينقسم إلى قسمين. النهار عبارة عن حظر للتجوال تقريبا، وبعد أذان المغرب وبعد الفطور تبدأ الحياة حتى مطلع الفجر. أنا أتكلم معكم اليوم الآن احنا موجودين لا اشوفك وحركه رمضان هذا تبضع يا علاء، اشوف الناس دا تتسوق من الان للعيد. صح فعلا. نعم، هذا مهرجان للتسوق الرمضاني. طيب شنو طقوسهم بما انه الاكراد هم جزء لا يتجزا من العراق، شنو طقوسهم بالعيد يا علاء؟ يعني في رمضان هناك عندهم فكرة جدا جميلة،
هي قضية التقارب العائلي والأسري. نعم. يعني نادرا ما تفطر العائلة لوحدها، دائما ما يجتمعون الأقارب والأهل على مائدة رمضانية واحدة، وهذا نعم. الأمر من المسلمات والثابت في جميع أقليم كردستان وفي أربيل بالتحديد. هناك حالة انصهار اجتماعي قوي جدا بين العوائل وبين الأقارب، وأيضا نعم. هذا الأمر ينطبق على العيد، فتجد هناك حالة تزاور اليوم الأول من العيد، تزاور كبير جدا، وفي اليوم الثاني تخرج العوائل إلى المتنزهات وإلى الجبال لقضاء أوقات حميمية خارج المدن. لكن بشكل عام الأمن والأمان على أنت صار سنوات طويلة تقريبا تعيش بأربيل، غششنا أشهر حلويات هم يعني يحبوها خلال العيد يحضروها، شنو هي؟ الحلويات اللي موجودة ما تختلف على عن بقية المحافظات، ولكن الكليتشة ما موجودة بشكل كبير مثل ما هي موجودة عندنا بالجنوب، ولكن عندهم البسبوسة، عندهم الداطلي، هاي اللقيمات الموجودة هذه مشتهرين بها هم بشكل كبير. وأكو فد شيء مختلف، هم عندهم القيسي القرشانة. نعم حبوها. هذه الأكلة اللي هي مو كثيرة عندنا بالجنوب والوسط، ولكن هنا تعتبر أكلة رئيسية، وفي أول أيام العيد واجب عيني لازم العائلة تتناول هذه الأكلة. وأتكلم عن قضية ثانية غفران. نعم تفضل. اللي هي الآن الاستعدادات للعيد. نعم. يعني من هذا اليوم تقريبا، يعني من 25 رمضان، تبدأ العوائل بالاستعداد ليوم العيد بالتسوق. نعم. تشاهدين الآن وأنا أشاهد أمامي هناك نعم عشرات ومئات العوائل التي يعني تأتي لهذا المكان من أجل التسوق والاستعداد لعيد الفطر المبارك. وهناك تحدي كبير من أجل إشاعة السعادة والأمن والأمان رغم الظروف الاقتصادية الكبيرة التي مرت بالشعب أقليم كردستان طيلة الخمس سنوات الماضية، وهناك انفراجات وبشارات بانفراجة هذه الأزمة الاقتصادية. نعم. طبعا أثرت إيجابيا على واقع النفسي للعوائل ولجميع المواطنين الموجودين في إقليم كردستان. عسى نعم. أن تكون هذه الأيام السيئة قد ولت وجاءت أيام جميلة مثل ما كانت سابقا. آمين يا رب العالمين. الزميل علاء الطائي كنت معي من محافظة أربيل، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، وكل عام وانتم بخير مقدما أنت وكل أهالي أربيل. السيد الحكيم يبحث مع ولي عهد السعودية تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، ويؤكد أن العراق يحقق إنجازات كبيرة على المستوى السياسي والخدمي. الموازنة الاتحادية على طاولة مجلس النواب، والسودان يترأس اجتماعا لمناقشة بنودها وسط مطالبات بضرورة الإسراع بإقرارها. اعتقال عدد من الإرهابيين في نينوى، ووزير الدفاع يطلع على جاهزية الطائرات المقاتلة في قاعدة بلد الجوية. وفي البصرة عائلة تضم 4 شباب مصابين بشلل رباعي تتولى رعايتهم أم صابرة، وشركة نفط الجنوب تقدم الدعم المادي والمعنوي لها. ختام المرصد الخبري، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم غدا، إلى اللقاء.